بقول لك ايه يا عبد الجليل؟ ايه؟ خد. ليه ياما؟ انت مسافر ينفعوك في السفر يعني امك؟ انا كده مبسوطه، انا اي شقه اخبط عليها اقول لهم لقمه واكل وكده هبقى مبسوطه. ربنا يخليكي ليا ياما، ربنا يخليكي ليا يا رب. اسمع يا عبد الجليل. وامور ياما. خير في سلامه وسلامه في خير يعني امك. عظمه ياما. اوعى تتغابى على المعلم بتاعك. حاضر. اذا قال لك شيمين حاضر يسطا. شيمين ياما. قال لك يمال حاضر يسطا. يمال ياما. كل حاجه حاضر يسطا، حاضر يسطا. اما هو 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 مين اللوسطى اللي انت بتتكلمي عليه ده؟ البيه السمح اللي كان عندنا في البيت لما البيت وقع عليه انا وهو. ياما هو ده ياما، هو ده اسطى ياما ولا ياما؟ ده ناجي بيه عطالله. عطالله؟ ايوه. ده مالوش زيه خالص. مالوش زيه خالص. لا يا حسام، كنت بتعيط ليه؟ بس دي أول مرة أسيب أبويا لوحده، صعبان عليا أوي. بيتش خلي بالك منها، انت قعدتني. انت راجل بيت دلوقتي. هتوحشني قوي يا سهير، هتوحشني قوي. حتى كمان مفيش تليفون. معلش يا رب، اقل من شهر ان شاء الله هرجع على طول. ربنا يجيبك بالسلامه يا ابني، ربنا يجيبك بالسلامه. السلام. اللهم سدد خطانا ووفقنا إلى ما نحن مقبلون عليه. آمين. الظاهر البشاري الحلوة جاتنا جبيه. كلامك حلو يا شيخ حسن. مالك الزاهر؟ لا لا، قصدي أول مرة أسيب فيها أمي. بس أنا أجيب باشا. ما واحد بيعيط على أبوه والتاني بيعيط على أمه. تلم نفسك يا إبراهيم، مش ناقصك من أولها. بس بقى ما تتلم. يلا اتلميت يا باشا. الله في السعد. بقول لك البشاري الحلوة جت. والله زي ما بقول لك كده يا ناجي بيه. جت إزاي يا شيخ حسن؟ شفت منام ليلة إمبارح. شفت إيه يا شيخ حسن؟ شفت خير، اللهم اجعله خير. قال إيه؟ إحنا كلنا زي ما إحنا كده، لابسين أبيض في أبيض وماشيين في حديقة غناء وقرفة الأشجار. نجري ونلعب ونلهو، ومن فوقنا الطيور والفراشات تتطير وترفرف وتهفف. الله الله يا شيخ حسن، الله. وده معناه ايه يا شيخ حسن؟ ان موعدنا الجنه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. امواتا يا شيخ حسن؟ هو انت بالنسبة للمنام عندك يعني يبقى كله في الآخرة؟ ما فيش حاجة في الدنيا؟ إيه اللي أخره؟ إحنا مش معانا 8؟ الغيب حجته معاه. أهو جه أهو يا باشا. Thank you.
امسك. لا مؤاخذة يا باشا، أنا عارف إنك زعلان مني، بس صدقني أنا قاعد مستني حضرتك بالفجرية، وأول ما الميعاد هبق أمي اتشكلت في الحتة، سلبت أمي من الخناقة وجيت لحضرتك جري. أنا مواعيدي ما فيهاش هزار يا عبد الجليل. عارف يا باشا، بس أعمل إيه بقى في الولية أم ثابت؟ دلقت على أمي جاردة المية وسخة، أمي بقى ما سكتتش، قامت طالعة جايباها من شعرها بقميص النوم ومسحت بيها المنطقة، والراجل بقى الراجل اللي هو جوز الولية أم ثابت ده نزل قال إيه عرض لنا في صوته ويفتح لنا صدره، ما أنت عارفه يا باشا. عارف مين؟ جوز الولية أم ثابت. جوز الولية أم ثابت مين؟ مسعد. مسعد مين؟ مسعد يا باشا مسعد. فاكر حضرتك لما مؤاخذه لما جيت لنا البيت كان في راجل في الشباك اللي قابلنا عمال يكارك 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 والولية أم ثابت رمت علامك ميه وسخه ليه؟ اصلها مره كياده مره كياده يا باشا بتكيد امي عشان احنا بيتنا وقع وهي بتبات في الشارع وهي بيتها لسه سليم، بس يمين بالله انا بتراقب واحد في حته البيت ده اجيبه ارض ارض، ولعلمك يا باشا انا امي عملت معاها الصح هي وجوزها مسعد. انت هتقلب دماغي؟ انا مال انا ومال امك وام ثابت ومسعد؟ المهم وصلت الحاجة اللي أنا بعتها معاك؟ وصلت يا كبير وصلت. اطلع بريم. أنا أروح فين إن شاء الله؟ بورسعيد. إيه ده باشا؟ هو أنت مش كنت قلت لي إن إحنا هنهبق على بنك في إسرائيل؟ آه. إيه إسرائيل احتلت بورسعيد؟ يا جدعان حد يكلمه. حد يكلمه. خلاص. بدل ما أغلط فيه. أنا آسف يا باشا، أنا آسف كبير. اطلع بريم. أقول لك يا زميكي، هو الكبير زعل ولا إيه؟ يا دوم يا دوم يا دوم.